وللمزيد حول ظاهرة وفاة المعتقلين في السجون الحكومية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات الأستاذ عادل الخزاعي. حياكم الله أستاذ عادل. حياكم الله، تحية طيبة لك. أهلا بك أستاذ عادل. بحسب مصادر صحفية فإن 24 معتقلا قضوا في سجن الناصرية خلال ستة أشهر. بداية، كيف تقرأ انتشار هذه الظاهرة جغرافيا في سجون العراق، لا سيما في سجن الناصرية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللمتابعين الكرام. حقيقة قضية الوفيات في سجن الحوت قضية خطيرة ومهمة جدا، وتمس حياة الإنسان وحقوق الإنسان، بل وتمس حياة السجناء في المعتقلات أو السجون بشكل مباشر. كثرة الوفيات بطريقة غامضة للسجناء شارفت مدة محكومياتهم على الانتهاء، تثير عدة استفهامات خطيرة للغاية. وحقيقة لقد تبنى المرصد العراقي للحقوق والحريات مسؤولية التحقيق في سنة 2021 بعد عدة تحقيقات وتواصل مع عوائل السجناء وأخذ إفاداتهم وسؤالهم عن الأعراض التي توفي فيها ذويهم في السجون، وبعد التواصل والتحقيق مع كبار الأطباء في العراق وخارج العراق تولدت لدينا شكوك كبيرة جدا حول إعطاء السجناء علاجات سلبية التي من الممكن بعد أخذها أو تناولها بقصد أو بدون قصد لغير مستحقها أن تسبب الوفاة، مثل علاج الفاليوم أو الإيموديوم أو الكودين أو عقار الوارفين، وإذا ما أعطيت لهم عبر الطعام أو الشراب أو عبر إعطائها لهم بوصفات بدون علم السجناء أو في غير وقتها أو في غير مستحقها. كانت تعطى، يعني كانت هناك شكوك أنها تعطى مع لقاح كورونا الذي توفي فيه الكثير، يعني في سنة 2020 إلى سنة 2022 الكثير من السجناء توفوا بنفس الأعراض التي تنتجها هذه العلاجات، وجميع هذه الوفيات كانت بنفس الأعراض ولا زالت إلى الآن. طيب، طالبنا وزارة العدل في شهر 7 سنة 2021 وطالبنا في وقتها الكاظمي للتحقيق في هذا الأمر، ولم يتم التحقيق، وكانت جميع شهادات الوفاة التي تعطى إلى ذوي المعتقلين أو السجناء ناتجة عن وفاة طبيعية، هكذا يكتب. طيب، ويتم ابتزاز الأهالي. نعم. هذا الموضوع أستاذ عادل، هل تظن من خلال متابعتك أنه مستقصد أم هو لربما نتيجة الإهمال؟ حقيقة لا نعتقد أن هذا الأمر هو نتيجة إهمال، بل نعتقد أن هناك قصدا، طالما هناك يعني مدراء سجون ينتمون في يعني للأحزاب وللميليشيات بأغلبيتهم، فنعتقد أن هناك تدخلا يعني سلبيا لهذه وهذه المشاكل تحدث. لكن أن يكون هناك موضوع يعني بريء ويعني بدون قصد، لا نعتقد ذلك، طالما إن وزارة العدل منذ ذلك الحين وإلى الآن لم تفتح تحقيقا واحدا بهذا الأمر، وهذا يعزز الشكوك. نعم. لم تفتح أي حكومة من الحكومات المتعاقبة أي تحقيق مهني حقيقي بقصد إنساني لهذا الموضوع. طيب، هذه الممارسات من المفترض أستاذ عادل أن تضع السلطات الحكومية أمام حرج كبير داخليا وحتى أمام المجتمع الدولي، ولكن نلاحظ أن سلطات في السجون تستمر بقتل المعتقلين تحت التعذيب رغم الإدانات الدولية الحقوقية. يعني لماذا هذا الاستمرار وهذا يعني لماذا هذا الاستمرار بهذه الممارسات؟ هل أمنت السلطات في السجون العقاب مثلا أم ماذا؟ حقيقة السلطات الرقابية ليس لها دور حقيقي في متابعة هذه القضية، ولقد كتبنا عدة مرات للجهات التحقيقية ذات العلاقة ولم يتم الأخذ الموضوع بجدية، وإنما تم استلام الطلبات والتحقيق بطريقة روتينية والرد عليها أيضا بطريقة روتينية، ولم نستلم أي نتائج التحقيق، ولا نعتقد أن الجهات الرقابية
هي منفصلة عن المنظومة الموجودة داخل السجون، ونعتقد أنها مرتبطة وبنفس المنظومة تعمل. وأيضا وزارة العدل هي مسؤولة، والوزير الآن الموجود الآن وزير العدل خالد شواني هو مسؤول، ويجب فتح تحقيق بهذا الأمر ووضع منظمات إنسانية وأطباء مستقلين وهيئات مستقلة للوقوف على هذه الحوادث. هل يمكن اعتبار النيابة العامة بسكوتها عن هذه الانتهاكات التي تصل إلى حد الجريمة؟ يعني هل يمكن اعتبارها شريكة بهذه الممارسات؟ حقيقة الأمر وبالشكل القانوني أي سكوت عن هذه الجريمة أو هذه الشكوك وعدم التحقيق فيها وعدم إعطاء نتائج تحقيقية صحيحة وعدم قبول أي طلب لمنظمات إنسانية للتحقيق في هذا الأمر يعتبر مشاركة بهذا الحادث. ويجب على السلطات ووزارة العدل بشكل خاص ووزير العدل عدم تجاهل هذه الحوادث، كونه يعد جرم يحاسب عليه جميع الهيئات التحقيقية لاحقا بعد ضمان التقاضي العادل الآن أو مستقبلا. الجميع هنا يتحمل المسؤولية، وزارة العدل بشكل خاص ووزيرها، كون هذه المسألة تخص حياة الإنسان الذي يعتبر وزير العدل مسؤول عنها بشكل خاص، وهو يعلم جيدا أن هيئة الإصلاح في سجن الناصرية تابعة لأحزاب وميليشيات وشخصيات مؤدلجة بإيديولوجية حزبية طائفية عرقية مناطقية تتعامل وفق منطق لا غير منطق الدولة. ولدينا الكثير من هذه الأدلة على هذه المسألة، يعني واختيار حتى اختيار مسؤولي السجون مؤدلج بأيديولوجيات طائفية مناطقية معينة، يعني جلب الضرر على السجناء في داخل السجن. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات الأستاذ عادل الخزاعي، شكرا جزيلا لك.